لا هم ربكوا لنا المشهد، كلفونا جهد، قعدنا سنة نقنع في العالم إنها ثورة شعبية ليست انقلاب، في بلاد ما زالت تتحفظ حتى هذه اللحظة، كل ده بسبب آلة إعلامية. عشان كده الدكتور سليمان قاله كلام مهم جدا، إن الكلمة ممكن تكون أقوى من دالة الدبابة. فالمقبلين على العمل الإعلامي لازم يعرفوا إن المجال اللي هم مقبلين عليه بقى من أخطر المجالات اللي مش بتشكل الرأي العام بقى زي ما بعض الناس بتقول، أنا رأيي بتسهم في حركة التاريخ نفسه. الإعلام زمان ما كانش بيشكل عنصر من عناصر التفسير العلمي للتاريخ. في كلمة تنور وتعمل طاقة تنوير، وفي كلمة ممكن تودي في داهية. فالكلمة مسؤولية بجد، مش كلام انترفيوهات وندوات لا، الكلمة مسؤولية. وديكوا شفتوا الفترة اللي فاتت بالذات، كلنا حسينا الكلمة قد ايه مؤثرة، والإعلام قد ايه بيتحكم في مصائر الشعوب. يعني لو احنا عملنا إطلالة على الأربع خمس سنين اللي فاتوا دول من أول 25 يناير، هتلاقوا مثلا ثورة 25 يناير لم تكن تصل إلى إزاحة نظام لولا الإعلام. يعني أنا بتصور لو الثورة دي من 100 سنة، لو رجعنا كده والثورة دي اتعملت من 100 سنة، ما كانتش هتخلص في 18 يوم وتستطيع أن تزيح رئيس.